ميشو فاطن وميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا فاطن وميشو فاطن وميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا فاطن يا عيني مكسور جناحي وميشو قراري ونافش ريشو فاطن يا عيني مكسور جناحي وميشو قراري ونافش ريشو
متشكر جدا جدا لمستر فاطين على شجاعتك وعلى انقاذك لابني دودي. يا فندم لا شكر على واجب، دودي ابن حضرتك مثال للطالب المجتهد عندنا في المدرسه، وانا كان لازم اعمل كده. انا بس اللي مجنني ما اعرفش ايه اللي حصل اول ما دخلت. مستر فاطين يا بابي مثال وكله لينا كلنا. عشان ربنا نجى ابن دودي وكمان نجى المستر فاطين، اطلب لك حضره الناظر ان انت تقبل مني ان انا اتكفل بكافه تكاليف الخساره اللي تمت في الكانتين. متشكرين يا حسين بيه. اما بالنسبه لك بقى يا مستر فاطين، فهطلب منك ان انت تشرفني ان شاء الله تتعشى معايا بكره. يا فندم متشكر جدا، ملوش لازمه يعني. عشان خاطري يا مستر فاطين. حاضر يا دودي، خلاص هاجي ان شاء الله. طيب فرصه سعيده يا فندم، متشكرين جدا. انا متشكر جدا. انا اسف يا فندم، الظاهر ان هم خلصوا الطفايه كلها عليا. ولا يهمك. مرسي جدا جدا جدا. طب ما تيجي معايا بحالتك دي يعني اوصلك. يا فندم ما تقلقش حضرتك، انا متعود على كده، اجي المدرسه بشكل واروح بشكل تاني خالص. يلا بينا لوين. صرنا ساعتين ورا، والله تعبنا. ما دامك عرفت لوين جاي خلينا نروح على البيت. لا ندخله. تعال. شو ندخله؟ دخلاتي بيسألك سؤال، انت مجوز؟ لا. خاطب؟ لا. مشان هيك جلدك متمسح وقلبك ميت ومش فارقه معك حدا. انا حبيبي وراي مسؤوليه، انا بعدني عريس جديد، انا رايح على البيت. لا تعال نور، انا عزمك على ايس كريم. ما بحبها. انا بحب يا اخي. ما بحب الايس كريم. انا بحب. ما بدي، خليني اروح. ما بدي. يا اخي ما بدي اكل. قلت لك ما بدي. اهو تعال تعالى، ما تخافش، بقول لك تعالى. شكله مستني حد. حاجة تطلع عليه، حاجة تطلع عليه لحديت ما يجي لحد من الليل. ياه، ما كنتش عارف انك بتخاف على نفسك قوي كده. انا ماني خايف على حالي، انا خايف على ليندا. ليندا؟ مين ليندا ده؟ ليندا مش ده، ليندا تبقى دي. ليندا مراتي، بصراحة ما بدي اياها تحمل لعب أرملة وهي بعدها زخطورة. زخطورة؟ لا ما تخافش يا مور. ميشو كلمة واحدة، بقول لك ما تخافش. ما خافش؟ الله يستر، الله يستر، الله يستر. نزل ايدك ما تخافش. هاي، ايش تحب تشربه؟ بدي ايس كريم. ايس كريم. من فضلك، شكله زبون مهم صح؟ ايه، هو الخواجه كريستو صاحب محلات ذهب والماز، معروف عنه، بيجي كل يوم بيشرب الكوفي تبعه. طب متشكر جدا، عايز قهوه بقى بعد اذنك. واثنين ايس كريم. اثنين. شكرا. اكيد توفيق جه للخواجه كريستو في الميعاد ده بالذات علشان يعرض عليه الماس. معلوم، اكيد مصور له الصوره وعم بيوريه اياها. انا هروح وراه. تروح لوين؟ بحياة ربك، عود أكيد رجالة الدراد وراء، عود. ما تخافش يا نور. الله يستر.
والله ما كان بدي آيس كريم. في حاجة؟ عايز ايه؟ الماسة، وهعمل معك ديل، لو رجعت معايا انت والماسة هضمن لك نصيبك منها من غير ما حد يتعرض لك. ماسة يا حبيبي؟ الماسة خلاص انا بعتها، وبكرة هقبض فلوسها، وبعديها بساعة هبقى في امريكا. درس خصوصي يبقى في وقت متأخر زي كده ساعة 10 بالليل. بقول لك ايه، الواد بياخد دروس في كل المواد، ما عندوش فضاء الا المعدة. خلاص يا لمياء يا حبيبتي قومي بقى انت روحي، اديكي وصلتيني وقعدت كمان اهو. لا انا هقعد معك احضر الدرس بعد كده توصلني عشان ما تزوغش. ها يا ست مش هزوغ والله، ما تقلقيش، المرة دي لو حصل اي حاجة في الدنيا ولا هتنرفز ولا هقلق ولا هعمل اي حاجة يعني تخليكي زعلانة مني. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حدايا اوراني. اهلا وسهلا، ازي حضرتك حدايا يا فندم؟ اوراني استاذ حدايا ولد حاتم اللي هتديله الدرس. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا استاذه لميا، اتفضلي واقفه ليه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ميرسي ميرسي قوي. يا لهوي ايه الحيوان ده؟ ما تقلقش ما تقلقش، دي روكا الكلبة بتاعتي. روكا الكلبة كمان نتاية؟ اللي جابلك يخليلك. وقد وافق السلطان العثماني سنة 1805 على تولية محمد علي حاكما على مصر. انت بس لو تسمعي كلامي، ده أنا كنت أدلعك دلع وأفسحك كل يوم في مكان. يا حصلت. بس انت بس تسمعي الكلام. ما في حاجه يا استاذ فطين؟ لا 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 ما فيش، ما انا افتكرت يعني. لميا انت كويسه؟ كويسه يا فطين. طب الحمد لله. ممكن بقى تكمل الدرس؟ حاضر. وقد اقام محمد علي نهضه اقتصاديه كبيره. بس انت وافقي، ايه بس اللي عاجبك فيه؟ ده حتى كده شكله عبيط، وبعدين انا هاكلك افخم انواع اللحوم. لا ابوك ده شكله مش هيجيبها البر. ده اصلا مش بابا مستر فاطين، ده جوز ماما. جوز ماما؟ علشان كده قلتلي. ماشي ماشي يا حداية، نرجع بقى للدرس ونركز ونتقي الله. ها ثم اقام محمد علي القناطر الخيرية في بنها، ثم قامت العدوان الثلاثي بقيادة الهكسوس وهتلر في موقعة العلمين، ثم دخل نابليون رشيد. قلت ايه يا جميل؟ لا انت شكلك كده بقى مش هيعدي الليلة دي. قلت ايه يا عمر؟ خدي حتة اللانشون دي. في حاجة يا استاذ فاطين؟ لا ما فيش، ما اصل الواحد لما بيجي له الشيطان كده بيتهيأ له حاجات غريبة يعني. لمياء انت كويسة؟ كويسة كويسة. طب الحمد لله. كمل بقى الدرس. حاضر.
وقد تخلص محمد علي من المماليك تماما في مذبحة القلعة. فين يا حاتم؟ في مذبحة القلعة. برافو عليك. انت بس ما تخافيش مني. واضح ان حدايا بيه مغرم بالكلاب قوي. ما تخافيش، صدقيني انا قصدي شريف. يا سلام. انا بقى لو ما كنتش شفته بعناية وهو بيكلم الكلبة كان زماني دلوقتي ظلمته وافتكرته بيعاكس لميان. انت بس سيبك منه، وانت كل اللي انت عايزاه هجيبهولك. على فكرة كده غلط جدا يا استاذ حداية، وما يصحش كده ابدا. اكيد اكيد، حاول ياكل الكلبة غصب عنها. على فكرة ممكن علي صوتي وفاطين يسمعوا كده غلط جدا. ما انا سامع كل حاجة يا لمياء. احنا مالنا، احنا هو حر هو والكلبة بتاعته. خلي فاطين في درسه وخلينا احنا في حصتنا. انا جاي لك وناويها بظبط، وقتل على الباب بخبط، وهتعمل لي ايه؟ يا فاطين تعالى الحقني، يا فاطين والنبي تعالى بسرعه. لحسن تكون الكلب عضتها ولا حاجه. لمياء لمياء سلم بعديها. فاطين الحقني. يا حدايه الكلب، انا هناك عمال اشرح محمد علي وانت هنا عامل لي فيها محمد حماقي. فاطين! ده ايه الغلب ده يا ربي؟ معلش بقى يا فاطين، اللي حصل حصل. معلش، انا كل اللي مزعلني يا لمياء يا حبيبتي ان كل كلامي كان موجه لحداية قراني. ايه بس اللي دخل الكلبة في الموضوع؟ مش فاهم. معلش يا فاطين، خلاص بقى يا حبيبي خلاص. بس ايه، انا ما سكتلوش برضه، مع ان الكلبة كانت منعاني عنه الا ان لساني ما توقفش لحظة عن اهانته. انت اكيد سمعت صح؟ طبعا سمعت، ده انت بهدلته اخر بهدلة يا اخي. واقول لك روحي يا لمياء، انت روحي انت ولا انت هنا. معلش بقى، المرة الجاية بقى اروح له لوحدي كده. الايه؟ المرة الجاية؟ لا خلاص خلاص، الحمد لله لحد كده، توبة من دي النوبة. يعني ايه؟ بقول لك ايه، هي كلمة واحدة، هتروح تدي دروس خصوصية ولا لا؟ لا وامر لله. لا؟ ماشي، امسك بقى يا فاطين. برضه ماشي. ايه ده ايه ده؟ لا لا يا ربي ما تخلع، يا ربي ما تخلع. صباعي. لا لا ده انا حبيبي كده. اتفضل اسمع، تمسح اسمي من دماغك خالص ومش هشوف وشك تاني، فهم؟ يا لمياء، امسح اسمك من دماغي؟ ما تقلقيش، الكلبة قامت بالواجب، مسحت كل حاجة من دماغي، فرمطت لي دماغي كله. منك لله يا حدا قرني، منك لله. فكهاني وبحب الفكهة وبموت في الموز والمانجا. بلدي موت، بلدي موت. فعلا هي بلدي، ده حتى الفكهة دي مش أوانها اليومين دول. سيد بيه، خلينا في الجد أحسن. أنا اوعي تزهقي، ده احنا ما صدقنا. قولي لي طلباتك ايه يا سميرة؟ انا هفتح لك قلبي واتكلم معك بصراحة. يا ريت. انا بخاف من كل الرجال اللي بيطلبوا ايدي، عارف ليه؟ ليه؟ لان انا بخاف احسن يكون حد طمعان في ثروتي. انا اطمع في ثروتك؟ لا يا سميرة هاني، لا مش انا اطمع في ثروة واحدة ست ان شاء الله تكون بالملايين؟ لا حاشا وماشا، لست أنا ولن أكون أنا، لا يا سميرة هاني. خلاص، أنا عشان أطمن لازم تكون العصمة في إيدي. خليها في إيدك، حتى أنا لما بسيبها في إيدي إيدي بتعرق، بضطر أسيبها في أي حتة وأنساها. والشبكة بتاعتي خاتم سلوتير ما يقلش عن 150,000 جنيه. أحسن وأغلى خاتم سلوتير فيك يا بلد. الفرح بتاعي يبقى في اوتيل ما يقلش عن 7 نجوم. ايه 7 نجوم؟ قولي 17 نجمة، 77 نجمة، وبعدين لسه هنعد النجوم. انا هعملهولك في اوتيل في القمر. ساعتها بقى يا سيد بي اول ما اطمن لك واحس كده ان انا مشاعري ميالة نحوك، احط ثروتي على ثروتك، وساعتها نعمل بيزنس مع بعض ونتجوز بعض. قلت ايه؟ قلت احلى كلام اللي انت قلتيه ده. قوليلي هنروح للمأذون امتى؟ ما انا قلت لك يا صاحبي، قلت لك وحذرتك يا ميشو. شو بك انت لسه خايف يا نور؟ مش قصه خايف، انا ماني خايف صديقي، انا خايف عليك. بعدين على فكره
الشرطة اللبنانية عم تفتش عليك. بعدين ليك أنا كم مرة صرت قايل لك إنه أنا بحب مصر وبحب أهلها وأهرامتها وخان خليلها ورملها وكل حاجة فيها، وبتصدق أنا لما تعرفت عليك حبيت مصر أكثر. والله أنا حبيتك أكثر. قول لي بس يا نور، مفيش أخبار جديدة؟ طبعا في. أمال وأنا جاي لهون لشو؟ وساكت من الصبح يا نور، اتكلم بسرعة. شوف يا صديقي، هذا الزلم اللي عم تدور عليه واللي اسمه توفيق، حسب ما دقدست وفتشت وتحريت تبين معي انه مستأجر شقة بالحي الجنوبي وعم يتردد عليها من الوقت للتاني. يا ابن الايه، يبقى بقى اكيد المكان ده هو اللي مخبي في الماسة. بس انت عرفت المعلومة دي منين؟ جرى ايه يا ميشو؟ نحنا برضو مقطعين السمكة وديلها، ده نحنا جامدين اوي 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 يا برنس. يبقى انا بقى نور لازم اكون موجود قدام المكتب الليلاتي، لان توفيق اكيد لي ان هيبيع المسا بكره ولازم يروح هناك علشان يجس. شو الحكايه ده؟ يعني بتضلك داشر على الطرقات بعد انصاص الليله؟ ما بيصير هالحكي، قوم مشي معي. لا 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 لا. شو لا لا لا؟ طب اذا هيك انا يعني انا حروح معك، انا حروح معك. شو لا نور، هتيجي معايا فين بس؟ انت كتر الف خيرك، يعني انت عملت الواجب وزياده معايا. وبعدين ما تنساش يا اخي انك لسه عريس جديد والميعاد كده اتاخر. روح انت وما تقلقش عليا. قولتك هيك فرجيني لتشوف. ايه اتاخر والله، معك حق، بس ليك ما بدي وصيك، انتبه على حالك، ما دام الوقت صار هالقد لازم روح عند المدام. انا يلا بالاذن. نور استنى، انت ايه ما صدقت؟ فين العنوان يا ابني؟ بتصدق سهي عم بالي هذا العنوان، ما بدي ارجع اذكرك، انتبه على حالك وطمني عنك. سامح؟ يلا بالاذن. طيب عاوز اشوفكم، وحشتوني. ايه ده؟ ايه؟ ايوه يا حبايبي يا حلوين، وحشتوني وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين يا شقه عمري ان انا كنت مخليكم عشان العمليه الكبيره. العمليه الكبيره وقتها جه، فما تزعلوش مني، هاخد منكم شويه صغننه بس، وعدي من السيد الحاوي لحبايبه الحلوين ان انا هرجع بقى الشويه دول ملايين. بس كفايه كده، وشويه الفكه دول بقى حلوين، بس حلوين قوي قوي. يلا دفوا بعض بقى. سيبك بقى من التفاهات اللي بتعملها دي وركز معايا. عاوزك، دي مش تفاهات يا سيد، لا ده لقاء المفكرين هنا في صالون أنس الثقافي لتداول الفكر والآراء. اللي انت بتقوله ده هو اللي مخليك دايما ورا. انا فعلا ورا، بس ورا الحق.
فازلك بقى بالبقين اللي انت حافظهم دول ومحفظهم للواد فطين. اسره، انت جاي عايز ايه دلوقتي يا سيد؟ انا هتجوز يا انس. طيب يا سيدي مبروك. ومالك بتقولها من غير نفس قوي كده ليه؟ يعني عايزني اقولها لك ازاي يعني؟ ارقص وانا بقولها يعني؟ تصدق فكره؟ يا ريت ترقص يا انس. والله انا من زمان نفسي اشوفك وانت بترقص، نفسي ادخل عليك مره ليك بترقص كده زينا كده. فك يا عم انس، فك فك ارقص، لازم ترقص. عارف ليه؟ لان الجوازه المره دي غير كل الجوازات اللي فاتت. جوازه محترمه محترمه قوي يا انس، هتنقلني نقله لفوق. ربنا يتمم بخير يا سيدي. خد يا انس امسك. لا معايا والحمد لله. دول مش عشانك، دول عشان تنزل تجيب لك بدله محترمه، بدله فخيمه شيك بدل البدل المعفنه اللي عندك، عشان تشرف اخوك وانا بعرفك على العروسه. يعني هي البدله الجديده هي اللي هتشرفك؟ خلي فلوسك معاك، انا هشتري بدله جديده من معايا. ماشي، على العموم لو احتجت اي حاجه ما تكسبش مني، ما تنساش ان انا اخوك الكبير. عمري ما نسيت، بس انت الظاهر اللي بتنسى ان انا اخوك الصغير، بدليل انك عمرك ما سالتني وقلت لي انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي يا انس. عكن عليا بقى، عكن عليا يا انس وانا مبسوط. لا يا سيدي خلاص، الف مبروك. وبسلم لي على اصحابك الصيع اللي بيقعدوا يقولوا كلام مش مفهوم دول. ما تقولش عليهم صيع. لا صيع. ما تقولش صيع. صيع مش صيع، مفكرين وادباء. ما تحميش قوي كده يا اخوي، ما تحميش. خلاص بجهز الكاميرا بتاعتك عشان تصور صور الفرح. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، والدعوه عامه وهتبقى لامه. يا ولاد بلدنا يوم الخميس. ياما ايه ده؟ السلام عليكم. ايه ده؟ وعليكم السلام. يا نهار اسود منيل، يا دي الخرامة كده كله. ايه ده؟ ايه يا صاحبي؟ كنش صاحبك الجديد هو اللي عمل فيك كده؟ ما تنت يا لا لا يا روكا كلبة. ايه روكا كلبة؟ يا حبيبي لو انت يا اخويا خلصت على كل البني ادمين ودخلت على الكلاب. مالكش دعوة بيه يا سيد، سيبه. تعال شوف عامل ازاي. فكرني فكرني. يا ولاد بلدنا يوم الخميس والدعوة. السلام عليكم يا عم. سلام يا سيدي. ايه يا فطين، ايه اللي عمل فيك كده؟ الكلب روقتني يا عم. يا راجل بقى، ما افكار اللي زيك هي اللي صنعت الانانيه والملكيه الفرديه. اللي معاه فلوس يتعالج وياخد مصل اتش 1 ان 1 واللي ما معهوش يموت. فكر اللي زيك هو اللي قتل الطموح عند الشباب، عايزين بدون اي مجهود تجي لهم كل حاجه على الجاهز. يا جماعه يا جماعه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النابت استوى. يا استاذ عبد العليم، النابت لسه ما استواش، لما يستوي انا هبقى صحيك نام. منورين يا اساتذه. انا اتحداك انك تطلع لي واحد بس من العامه خد المصل. وانا اتحداك انك تقدر تجيب المصل اصلا. من فضلك لو سمحت اهدم 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 وحد الله. لا اله الا الله. انا من رايي ناخد فاصل نشرب فيه الشاي. اهو ده الكلام. منورين منورين. ايه رايك بقى في الجزء الاول من المناقشه؟ لا حاجه يا عم انس، ممتعه ورائعه جدا جدا جدا. الراي والراي الاخر والحريه مكفوله للجميع. أيوه. هي دي الديمقراطيه. نابت نابت استوى. يا استاذ عبد العليم، النابت لسه ما استواش، انا لما يستوي انا هصحيك بنفسي. يلا نام.
منورين يا اساتذه. ايه رايكم في فتره الفاصل نسمع حاجه؟ ايوه يا عم انس، ايوه هي دي. يا ريت بقى الاستاذ حسين يسمع لنا القصيده اللي هي اخر قصيده كتبها لنا دي، اللي بيسمعها لنا كل مره. اصل الواحد نفسه يسمعها قوي يا استاذ حسين والله. بس كده؟ بس طلب زي ده يحتاج سندوتش حلاوه بالقشطه. يا سلام، سندوتشين كمان. حد عايز حاجه تانية؟ يا ريت عصير توت لو سمحت. عينيا حاضر. والاستاذ احمد التمر بتاعه مش كده؟ مظبوط مظبوط يا استاذ فطين. يا اهلا اهلا. والاستاذ عبد العليم النابي. رغيف العيش أضناني ولحم السيخ للخاصة. الله الله عليك يا أستاذ حسين. وكوب الشاي مغشوش وشاي الفتلة أبكاني وسكران بخمر أنساني ونوع الخمر انساني. انساني علشان انساك وتنساني. رغيف العيش اضناني. الله 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 الله. يا سلام، كانت سهرة جميلة يا عم أنس والله. لا، والأستاذ عبد العليم بقى إيه بعد النابت؟ صح صح ويجلع. صوته جميل قوي. مشو فين؟ انا ما شفتوش من ليله امبارح. انا قلقان عليه قوي قوي برضه عم انس على فكره، بس انا لما سالت بنبوني عليه قال لي انه في مصلحه. ربنا يستر. تصدق انه وحشني؟ وانا كمان وحشني قوي. يا ترى انت فين يا ميشو؟
سامحني يا نور، انا السبب في اللي حصل لك ده. ما تقول الحكي يا ابو الميش، انا بديك انك انت اللي تسامحني. ليه؟ انت قلت حاجة؟ قلت ايه؟ ما كان قصدي وعيات عيوني على ما كان قصدي قلن ولا شيء، بس كل واحد ايده على قدام اتخبرته كل شيء. خلاص خلاص خلاص، يعني عرفوا معاد الطيارة بتاعتي. ومش بس هيك، كمان عرفوا موضوع الالماسة. ما خبيت شيء عليهم، ولا كل واحد هيك في الحرم. ما خبيت شيء ولا يهمك، ما تخافش. كنت عارف انك حتقلي هالشي. شو ناوي تعمل هلا ابو الميش؟ نور، انا كنت عايزك في موضوع لوحدنا. محاسن، اذا في مجال جيبين لك كبيتين لمناضه يكونوا مسقعين، لانه طقطق قلبنا كده معانا. خدي وقتك. شوفي شو ناوي تعمل. تعرف تتصرف لي في مسدس؟ مسدس؟ ليش يا صاحبي؟ هرجع لك حقك. عن جد عم تحكي؟ حبيب قلبي حبيب قلبي، الله بعت لي هيك من السماء، الله بعت لي هيك. اي بعرف تصرف. عندي فرد هون، هو قديم شوي بس بيشتغل. عندك فرد هون وقديم شويه وبيشتغل وبتسيبهم يعملوا فيك كده؟ غدروني ولاد الكلب، غدروني، طبوا علي تلاتة مع بعضهم. بس ما تقلقش يا نور، حقك هيرجع لك. اشوف وشك بخير. ابو الميش انتبه على حالك. ليك ميشو، بدلك شي. امين امين، يسلم لي على مصر وعلى اهل مصر الطيبين واحد واحد، وعلى خان خليلي وعلى الاهرامات وعلى كل رملي بالاهرامات، على كل شي. انا طول عمري اتمنى اروح على مصر، بحبها كتير لمصر. انا الجزمة دي في منها مقاسي؟ الو وي كوا ها، يعني المسا هلا باعه؟ بده يسافر على القاهرة بعد موعد الطيارة، تقلبوا عليه المطار، جيبوه لهون، مفهوم؟ عليه عليه زي فيت فيت فيامي شو يا انت؟ جود مورنينج مستر الدرادو. الدرادو الدرادو، يلا اصحى. معلش بقى، اضطريت اخدرك علشان اعرف اربطك. هقتلك. كان ممكن اصدقك لو انت مش مربوط. على العموم احنا المصريين كرم قوي واصحاب واجب، قلت قبل ما اسافر لازم اجي اسلم على الدرادو. مش هتلحق مش هتلحق تسافر، اوعدك مش هتلحق تسافر. وانا بوعدك اني قبل ما هسافر هكلمك. انا ماشي، بس مش معقول امشي من غير ما اخد منك تذكار. كده كميشو، عندنا في مصر عيب قوي الراجل يلبس حلق. هقتلك. وانا يا الدرادو
هدي لك الفرصة. بيشو سلام بقى يا الدراد معاد الطيارة. السلام عليكم. خير يا حضرة النصر؟ خير. تعالى يا مستر فطين، الأستاذ عاوزك. أهلا 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 وسهلا شيكو. الأستاذ شيكو، أهلا وسهلا. طيب أسيبكم أنا مع بعض شوية لحد ما لف على الفصول. ماشي. ياريت ياريت حضرتك. الفصول محتاجة حضرتك دلوقتي. بعد إذنك يا شيكو بيه. اتفضل. انت ايه اللي جابك دلوقتي يا شيكو؟ بقولك ايه، انت عارف انت لو ما مشيتش دلوقتي حالا انا ممكن اعمل ايه؟ اهدى يالا. اهدى بس بعد اذنك يا استاذ شيكو، تتفضل وتمشي دلوقتي من هنا. ولو عايزني يا سيدي انا هبقى اجيلك، يا اما تبعتلي برشامه وكيميا وهم عارفين مكاني. اتفضل بقى امشي. اقعد يالا عشان عندي كلام عاوز اقوله لك. انا مش يالا، انا فطين سيد حسان، مدرس دراسات اجتماعيه ومحترم. طب اقعد يا فطين. اقعد يا مدرس الدراسات الاجتماعيه. فاكر الصور اللي انت صورتها انت وعمك عندي في الهنجر وانتم متعلقين معايا تحت؟ فاكرها؟ فاكرها. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الهي يا رب اشوفك متعلقه شوكه مدريد. طلباتك؟ طلبين. الطلب الاول تاخد نسخه من الصور دي وتعلقها في اوضه المحروس ميشو. وتقول له دي اهداء من عمك شيكو. الطلب الثاني، أنا دفعت فيه كالة 30,000 جنيه وأنت ما تسواش عن التعريفة. الفلوس دي تلزمني، أنا عاوزها. طب لو رفضت يا شيكو مدريد؟ عادي جدا، ولا يكون عندك فكر. البوسترات دي هتتلزق على جدران المدرسة وتتفرق على كل الموجودين في المدرسة. وجنبها السي في صغير كده بيحكي تاريخ العيلة المشرف. تخيل بقى لما الناظر بتاعك ده يشوف الصور دي، انت وعمك متعلقين عندي في الهنجر، والتلامذة كمان يشوفوها. تاريخ تاريخ العيلة المشرف. خلاص يا شيكو، اقسطهم لك على 10 سنين كاش يالا. خلاص اقسطهم لك كاش على 10 سنين. انت هتشتغلني؟ ما ايه يعني يا شيكو، يعني اللي اسرقهم لك يعني؟ مش جديد عليكوا يا اخويا، تعمل زي ابوك واخوك قال له هتبقى حرامي مثقف بتاع دراسات اجتماعيه. ماشي ماشي، اقعد اضحك اقعد اضحك. انت يا شيكو بتحط لي انت دلوقتي العقده في المنشار. بس يكون في معلومك، انت لسه ما تعرفش فطين سيد حسان ممكن يعمل ايه.